بلط قوي. معلش يا مصر، اقعد عندك شويه عشان الباب قفل عليا. انت فتحت ازاي؟ ما انا عارف ان انتوا بتسيبوا المفتاح تحت المشايه. طب ما تخش بيتكم، انتوا مش كمان بتسيبوا المفتاح تحت المشايه؟ واحنا هبل يا مصر زيكم عشان نسيب المفتاح تحت المشايه؟ برد قوي برد. نشرب حاجه؟ نشرب حاجه؟ شاي؟ 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 اعمل لنا شاي من لنا شاي. تسلم ايدك يا مازو. نعمل دور تاني ولا ايه؟ كفايه يا وسيم بقى، كفايه شاي بقى، اصل الدنيا برد قوي يعني، انت فاهم؟ ايه ده، نسيت العزا بتاع حاج ابو طالب الله يرحمه. صحيح، ما تروح تعزي. اروح اعزي بالبرنس؟ مش عيب ولا ايه؟ لا والله مش عيب، انا عملتها كتير قبل كده. اقول لك حاجه، لف على الجيران، استلف اي بدله من اي حد وانزل عزي. ما انت برضه يا وسيم ما ينفعش ما تروحش العزا، ده الحاج ابو طالب كان بيعشقك. مش عارف يا مازو يعني، وانت عارف مفيش مقاسي في العماره كلها. مفيش في مصر كلها. ولا في مصر، ما انت عارف. طب اعمل ايه؟ اخد جلابيه من عند غريب ولا يبقى استظراف ولا ايه؟ استظراف الصراحه. طب بقول لك ايه؟ ما تخش تلبس برنس انت كمان واربط لك البتاع على دماغك كده وننزل انا وانت نتوه في الزحمه كده، محدش هياخد بالك، كاننا فريق او حاجه. لا لا، انا مش هينفع اسيب البيت دلوقتي يا وسيم، انا هطلع اعزي من البلكونه، كده كده البلكونه عندي جايبه فيو العزا كله، يجنن. انا هعمل شاي تاني. عشرة الا دقيقة. انت يا معلم الجو عندك حر فظيع، شقتك قبلي ولا ايه؟ حر جدا. ما انت بتعمل ايه هنا يا وسيم انت كمان؟ ما تنط في بلكونتك وتسيبني في اللي انا فيه. يا سيدي ما مقفول يا سيدي، بعدين قلت صوتك عشان العزا، بقف خد العزا. مش صدق ان انا اعزي بالبرنس اصلا. ولا انا. الله يرحمك يا حاج ابو طالب. الله يرحمه. دنيا. دنيا طبعا. انت عارف يا مظلوم؟ الله يرحمه الحاج ابو طالب كان بيموت فيك. انت عارف هو كان بيموت في ايه كمان؟ ايه؟ في الغنى، كان يعشق الغنى. كان تملي يقعد يشرب الشاي في بلكونته ويدندن بأغنية لمطربة كده، كانت مين مش فاكرها، كانت مين المطربة؟ كانت نانسي عجرم. نانسي عجرم، برافو عليك يا وسيم، نانسي عجرم متيسرة. دي سهلة جدا كده. نانسي عجرم كان دايما يغني لها أغنية كده اسمها، استنى بقى أنا هقول لك أنا الأغنية، لأن هو أنت عارف بلكونته تحت بلكونتي على طول. قول كده. أفتكرها لك أنا. يا بنات يا بنات يا بنات. مش يا بنات. طب طب. لا لا. أدلع، مش هي؟ مش طبطب أدلع؟ طب كده بقى ما فضلتش غير أغنية واحدة بس بقى، اللي هي ابن الجيران اللي هنا صابني. ابن الجيران يا ابن اللذينة يا وسيم، ابن الجيران. أيوه ده أنا بحبها جدا ابن الجيران دي، بقعد أغنيها طول الوقت، عايز أغنيها دلوقتي. شوف شوف، سبحان الله، بالصدفة كلمات الأغنية موجودة في جيبي. معقولة؟ طب استنى، ده أنا حافظها أصلا من غير كلمات الأغنية. استنى أقول لك، أقول لك بتقول إيه، بتقول إيه. بص إيه؟ ابن الجيران اللي هنا قصادي، مش عارفة بس أعمل له أنا إيه، عمال يصفر كده وينادي، وفي أي حتة يا ناس بلاقيه. ابن الجيران اللي هنا قصادي، مش عارفة بس أعمل له أنا إيه، عمال يصفر كده وينادي، وفي أي حتة يا ناس بلاقيه. لا مؤاخذة معلش، دي وصية المرحوم أبوك الحاج أبو طالب الله يرحمه. يا ناس قولوا له بطل هزار، ليه في البراندة عامل حصار؟ كان بس ماله مالي يشغلني ليه؟ ما تقول حاجة يا حمادة، بإيد عايز أبوك برضك. على طول يا بابا يا بابا، باصص عليا عليا، يا ما في المراية شاغلني، زغل العينيا عينيا، وانت صوتك حلو، كمل. انزل بالشربات يا غريب، دي احلى عزا دي ولا ايه؟ بواعمل له ايه؟ يرحمك حاج ابو طالب. كده الاغنيه كلها ولا ايه؟ كان انسان وفنان جميل. خير. متأكد يا غريب؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده يا وسيم بيه، ما شفت حد طلع خالص. داني يا دوبك امبارح دخلت العزا 10 دقايق قبل ما حضرتك تبعت لي، وانت لا مؤاخذة لابس الفستان اياه. انت عبيط يا، تتهزر معايا ولا ايه؟ وما تمسحش الدبلوم الفوطه الزفره دي بتجرحه. انت هتعمل عليا اسد دلوقتي؟ ما انا شفتك امبارح وانت لابس الفستان. يا معفن، ده برنس كنت بستحمى. هو انا عشان استحمى لازم البس البتاع ده؟ طب مش هستحمى. مش هتستحمى عشان انت معفن. ومش هلبس الفستان. ما تلبسش الفستان يا معفن. مش هستحمى. ما تستحماش. ايه ده؟ ايسو واقفه بتعملي ايه يا حبيبتي؟ ويسو حبيبي، ده اتوبيس الشغل ما جاش وانا اتاخرت قوي. طب ما تيجي اوصلك.
مش هعطلك او مش في طريقك او حاجه؟ يا حبيبتي لو مش في طريقي يعني هتاخر شويه بس يلا. ماشي. هتقفي في الشارع يعني معقوده؟ مرسي يا حبيبي. النهارده لحد كمان الدنيا هتبقى زحمه موت. ايوه. انت عامله ايه في شغلك؟ انا متاخره قوي يا وسيم، خايفه جدا وانا داخله مديري يشوفني ده هيطين عيشتي. لا لا ما تقلقيش هنشد اهو هنشد. مطب مطب انا اسف هعمل ايه؟ بسرعة بسرعة. حاضر ما تخافيش. انا خايفه منه قوي. يا حبيبتي خلاص اهدي بقى اهدي خلاص وصلنا اهو. اتفضل. الحمد لله على السلامة يا فندم. صباح الفل يا عزيزي. صباح الفل يا باشا. فتش فتش. لا يا فندم اتفضل يا فندم. فتش يا سيدي ده شغلك وشغل كلب. اتفضل يا فندم. ده شغل كلب يا عزيزي. شغل كلب والله. صباح الفل. صباح الفل. طب ايه رأيك يا وسيم؟ أقول لهم اتأخرت ليه؟ أقول لهم مثلا ماما عيانة لما وقعت من على السلم وراحت عاملة غسيل كلى فركبت صليبة في ركبتها لما راحت عاملة عملية الكلى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ أنت مجنونة يا بنتي. قولي لهم الحقيقة. أنت مش غلطانة على فكرة. الباص بتاع الشغل بتاعهم هو اللي اتأخر. مش ذنبك خالص على فكرة. أنت مالكيش أي دعوة. صح. يلا ننزل هنا بقى عشان ما حدش يشوفنا واحنا داخلين فندق مع بعض. ربنا يخليك ليا يا وسيم. انا كل يوم بجد بحسد نفسي ان انا متجوزه واحد زيك. انا كل يوم بحسد نفسي ان انا متجوز واحده بتحسد نفسها انها متجوزه واحد زيك. انا كل يوم بحسد نفسي ان انا متجوزه واحد بيحسدني ان انا بحسده على حبه ليا. يا حبيبتي خلاص انا اتحسد. يلا ماشي. بحبك قوي قوي. باي باي. باي باي يا روحي. ربنا يوفقك في شغلك. 1 دولار فور تيمباوي. This is the last سعر. No one will give you this سعر. خلصي بقى عشان ما حدش هيديك السعر ده بره. No no, 1 دور 18 باوند. 18 باوند ايه؟ 18 ده كان زمان. انت بقالك فترة don't go to Egypt. نقسم البلد half and half. 12 باوند. يلا ان شاء الله ما حد حاوز. خلصي بقى قبل ما مستر كيوت Catch us. The family. Excuse me. You can exchange dollars from the reception. Enjoy your stay. والله كانت بتسألني على البسين. حركة زي دي هتتكرر تاني أقسم بالله مش هرفدك. لا أنا هرجعك السجن تاني. لا لا يا سعادة البيه بلاش السجن. أنا عايز أتوب وأنضيف. هي دي بس أعراض الانسحاب بتاعت النصب. تمشي ورايا وتتعلم الشغل المظبوط. إزاي أمشي ورايا؟ تمشي ورايا تتعلم الشغل. حاضر. الوفد الأفريقي ماشي. You are leaving, huh? We will miss you. We will enjoy your leaving. Enjoy your leaving. We will miss you. لساب بترقص دي بقى لجماعة الأباركة كلهم. لا لا دول من غانا. السنغال هم رقصة تانية خالص. وبقيت أفريقيا كلهم رقصة واحدة. المصحف؟ اه. اكتب اكتب الحاجات دي. اكتب الرقصة. Morning, Mr. Osama. Mrs. Esra! أفندم يا مستر. الساعة كام في إيدك دلوقتي؟ حضرتك انا عارفه ان انا اتاخرت بس اتوبيس الشغل هو اللي اتاخر. اتوبيس الشغل اللي اتاخر دي مش مشكلتي على فكره. كان ممكن تتصرفي تيجي بتاكسي تيجي مواصلات. مخصوم منك 3 ايام. حضرتك بس لو تعرف اللي حصل لي. انا والدتي اتدجلجت على السلم وبعد كده راحوا عاملين لها غسيل كلى وعاملين لها صليبه. كمان بتكدبي. مخصوم منك اسبوع. اتفضلي. اللي تشوفه بص بصي. ما تعيطيش. عيط بقى. ما تعيطيش. بسم الله ما شاء الله اسد بدور المكان ايه الجمال ده. انا مش روسين. رقصتك ما عجبتنيش النهارده، كنت عصبي قوي، انت متضايق من حاجه؟ هو باين عليا قوي كده؟ انا متضايق فعلا، يعني حد اشتغلني كده اشتغاله مش ظريفه يعني، وانا بغبائي مشيت وراه زي ما اكون عيل صغير. يا سيدي اعتبرها زرايا مقلبايه، ما تاخدش كل حاجه على صدرك كده. لا 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 يا مستر باسوني، انا ما اتهزقتش كده بقالي كتير. انا يمكن ما اتهزقتش كده من ايام الجست الكوري اللي افتكرته صيني، فاكره اللي عمل فيها شكوى؟ يا ساتر يا رب للدرجه دي ارجوك. ما تفكرناش بالايام دي. صباح الورد يا مستر وسيم. صباح الخير يا مسز نبيل. حضرتك كنت طالب تراجع القاعه بتاعه الفرح بتاع بكره بتاع قريبة حضرتك. طب الاستاف مستني حضرتك هناك. طيب قول لهم ان انا جاي دلوقتي. اوكي. ايه العبط ده؟ امسك. ميرسي. ها ما كملتليش. اشتغلك ازاي؟ مفيش حد بعت لي موبايل كده. انا على فكره شاكك انه حد من الاستاف هنا. ها عليه لعبه كده غريبه وطلب مني طلبات يعني انا محرج والله العظيم اتكلم فيها حاجه يعني حاجه تكسف قوي قوي. لا امرها سهل. ابعت لي نمره الموبايل
وانا هجيب لك تاريخه وتاريخ اهله كله. خالد بيه الحلفاوي هو اللي ماسك الموضوع ده دلوقتي. ده حبيبي وعشره عمر ونفسه يخدمني. لا، خالد بيه الحلفاوي مشي، اللي مسك اخوه وليد بيه الحلفاوي. نعم. هتكل انا على الله يا مستر وسيم عشان في جست طالب حمام يطيره معاه قرش مخيره بقى، نعمل ايه؟ ما هي المشكلة يا مستر باسيوني ان التليفون ده لا ليه وش من ظهر ولا ليه اي كارت ولا اي حاجة. لا استنى بقى ابوك، انت كده قلقتني. دي مش حركات عيال، دي حركات تجسس. تجسس؟ صح، يبقى ده اكيد الفندق السويسري اللي كان عايزين نروح اشتغل عندهم انا رفضت. طمنتني والله العظيم يا مستر باسيوني. اسمع، الموبايل ده تحطه في مية بكلور لمدة 3 ساعات، وبعدين تحطه في الرمل بس تكون رملة سخنة لمدة 7 أيام، وتدفنه في كيس رز. لا في الرز ايه، هو ما وقعش في المية. خلاص يبقى ما فيش رز. عموما أنا ليه أصدقاء في مكتب مكافحة التجسس نفسهم يخدموني بعينيهم. حلو، مشكلة بقى إن أنا رميت الموبايل ده في الزبالة. رميته في الزبالة؟ كويس، زمانهم بيسمعوا دلوقتي مكالماتك الزبالة. إيه ده؟ على شغلك يا مستر باسيوني، اتفضل قدامي. اتفضل. عميل رقم 72. من فضلك انا في 50,000 دخلت حسابي، ممكن اسحبهم؟ لا للاسف مفيش حاجه في حساب حضرتك. ازاي؟ انا متاكد ان في 50,000 جنيه دخلت حسابي، ده انا مغني في البلكونه. ايه مغني في ايه؟ يعني اتاكد معلش تاني، دور كده. لا ما للاسف مفيش حاجه جت. يعني ايه؟ طب هتيجي امتى؟ لا ما هي حضرتك هي ملهاش وقت محدد بتيجي فيه، يعني ممكن تيجي دلوقتي، ممكن تاخر شويه، هي كده كده ممكن يعني تيجي في ثانيه. طيب خلاص نستناها مع بعض. تمام. لا ما هو مش هينفع حضرتك عشان في عملاء تانيين يعني. طب اعمل ايه؟ لا حضرتك ممكن تعدي اخر اليوم او ممكن تيجي بكره اضمن يعني. طيب ماشي، شكرا. رقم 73. من فضلك انا في 50,000 جنيه دخلت حسابي، ممكن تسحبهم لي؟ يا فندم انا لسه قايل لحضرتك ان مفيش حاجه دخلت في الحساب. ما انت قلت برضه ان الفلوس بتيجي في ثانيه، فعدى ثواني كتير قوي يعني من ساعه ما اتكلمنا، فممكن تكون الفلوس جت ممكن تكون دي على فكره. لا 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 حضرتك ايه ده؟ لا انا طيب هشوف. لا مفيش حاجه جت. طب كده فاضل قد ايه والتحويل يجي؟ وانا هعرف منين انا هتيجي امتى؟ هي ممكن تيجي دلوقتي، ممكن تيجي بكره، حضرتك شوف اللي محول لك واساله. وانا لو اعرف اللي محول لي هاجي لك ليه؟ انا مغني في البلكونه. ما انا كل يوم حضرتك بغني في البلكونه، هو اي حد يغني في البلكونه يعني يلاقي في حسابه 50,000 جنيه؟ يلا يا بيه اتفضل اتفضل. طب طالما حضرتك غنيت في البلكونه ما تشوف حسابي وحسابك ممكن يكون دخل فيه 50,000. اتفضل يا بيه اتفضل اتفضل. عميل رقم 74. من فضلك انا في 50,000 جنيه دخلت حسابي، ممكن تسحبهم؟ هندم ورحمه ابويا ما في حاجه دخلت حساب حضرتك. لا لا انتوا عندكم مشكله بقى معلش. لا المشكله في حساب حضرتك، حساب حضرتك اللي زيرو، انا اول مره اشوف عميل في البنك حسابه زيرو يعني اتفضل حضرتك عشان انا ورايا عملاء تانيين. لا حضرتك ما وراكش غيري على فكره، بص انا ساحب معاك لحد رقم 120 يعني قاعد معاك للصبح، هم مش متضايقين. دور معلش اتاكد. ايه يا اخوانا الاخ ابو رق ده بتقول بنور كده بعدم حماس كده، في ايه؟ انا عايزكم تشدوا شويه. يلا يلا ايه يا اخوانا في ايه؟ شدوا يا جماعه شويه، عايز حماس. الفرح ده بتاع بنت خالت مراتي، يعني في وشي وفي وش مراتي. مستر وسيم ممكن حضرتك تعيد النظر في موضوع الخصم، وانا اوعدك وحياه ربنا ما هتاخر تاني ابدا. مسز اسراء لو سمحت انا عندي شغل مهم جدا دلوقتي ومش عايز كلام تاني في الموضوع ده، اتفضلي. ما تعيطيش بقولك، وانا اهم حاجه عندي ان انا ابيض وش مراتي، سامعين ولا لا؟ مستر وسيم تحب الديك شمال ولا يمين البوفيه؟ انا عايزك تخش البوفيه يمين تلاقي خروف ومعاه الديك، والناحيه التانيه بقى شمال الخروف ومعاه الجمبري. تمام، وبقولك ركز في البيكاته، انت بتشد في البيكاته بقالك فتره، احنا عيله ذواقه وبنعشق البيكاته. ما تقلقش ما تقلقش خالص يا مستر وسيم. اتفضل يلا. يا
الاخ ابو سيف هناك في اسمك ايه يا حبيبي؟ رجب. رجب بص يا رجب لكون بس فاكرني يعني بدات الشغلانه دي مدير على طول. لا يا حبيبي انا واخدها من تحت قوي. سيف يا رجب بيتمسك كده تمام وبنرقص بيه كده 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 يا معلم لحن كده تمام فاهم. امسك خد بالك ده بيبقى بيدلدق ساعات نار وكده تمام. حاضر. بص يا اخوانا احنا هنعتبر ان مستر بسيوني هو العروسه ماشي، وانتوا بقى هتبقوا ورا الرقاصه بالمزمار بالحاجات، تيجوا من ورا الرقاصه. مستر وسيم انا نقلت اديك من اليمين عشان في مشاكل بينه وبين الجمبري. حلو قوي. وهنعتبر ان مستر جميل بقى هو الرقاصه. فشل والله العظيم ما عملها. هترقص يا جميل. عيب يا استاذ ده ما طلبتش مني في السجن والله. هترقص يا جميل ده شغل يا جميل في ايه؟ تم تحويل 50,000 جنيه رصيدك؟ كسبت فعلاً؟